أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحسابات OTV على X، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. حرك خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقترح إنهاء الحرب في غزة المياه الراكدة بشأن مفاوضات الهدنة المتعثرة منذ عدة أشهر، خاصة في ظل تجاوب الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس واستعداد الوسطاء للمضي قدما في العمل عليه تمهيدا للحصول على موافقة طرفي الحرب لتنفيذ بنوده. وفي انتظار انعكاسه على لبنان، تتوجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره جو بايدن، حيث سيحل المشهد اللبناني على مفاوضات الطرفين ليبنى من بعدها على شيء مقتضاه. سأل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال القداس الإلهي في بكركي كيف يستطيع السياسي القيام بوظيفته الخطيرة من دون العودة إلى روح القدس. لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية وقبل نهاية خدمة الرئيس العماد ميشيل عون وفقا للدستور، ولكانوا اختاروا منذ ذاك الحين رئيسا يغير ويخلق بيئة وطنية جديدة نظيفة وسلوكا أخلاقيا والتزاما بالثوابت التاريخية، قال الراعي. كم نتمنى لو أن المؤمنين السياسيين عندنا يشعرون بموهبة الروح القدس وبقيمتها في حياتهم، لفتحوا أذهانهم وعقولهم لقبول الروح ولقراءة علامات الأزمنة في حياتهم على ضوء هذا الروح. فالروح أعطاه المسيح مجانا لكي يبدل نظر الإنسان إلى الأمور الدنيا فيتحرر من مصالحه وحساباته الخاصة من أجل الخير العام. لا يستطيع أحد أن يبدل نظرته إلا في ضوء عمل الروح القدس في داخله بمواهبه السبع، وهي الحكمة والمعرفة والفهم للعقل، المشورة والقوة للإرادة، تقوى الله ومخافة الله للقلب. كيف يستطيع أي سياسي القيام بوظيفته الخطيرة من دون العودة إلى الروح القدس؟ لو فعلوا ذلك لكانوا انتخبوا رئيسا للجمهورية وقبل نهاية خدمة الرئيس العماد ميشيل عون وفق الدستور المادة 73، ولكانوا اختاروا منذ ذاك الحين رئيسا يغير ويخلق بيئة وطنية جديدة نظيفة ولكان وأوجد سلوكا أخلاقيا والتزاما بالثوابت التاريخية. فلنصلي أيها الإخوة والأخوات الأحباء كي يلهم الله السياسيين استلهام الروح القدس لكي يصححوا مسيرتهم وقراراتهم لخير لبنان واللبنانيين. أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودي خلال قداس الأحد إلى أنه بعد استغلال النفوذ لسنوات والتلطي وراء المراكز من أجل استنفاذ خيرات البلاد وتخطي قوانينه واتخاذ القرارات التي تناسب المصالح ولو على حساب المصلحة العامة، ها نحن أمام تعطيل مشبوه لانتخاب رئيس يساهم في تفكك السلطة وتحلل الدولة. وأضاف: وما يفاقم الوضع تقاعس السلطة عن البحث الجدي عن حل المشاكل العديدة التي تنغص حياة اللبنانيين. وتابع: اللبنانيون مسؤولين ومواطنين ارتكبوا ويرتكبون أخطاء كثيرة في حق وطنهم، لكن الوضع لم يعد يحتمل وعلى الجميع تدارك الأمر. أما النواب فعلى عاتقهم مسؤولية تاريخية في تطبيق الدستور دون مواربة وانتخاب رئيس في أسرع وقت لكي تعود المؤسسات إلى العمل المنتظم المنتج المبني على الصدق والأمانة وابتغاء الخير العام.
فاصل أول ونتابع النشرة. بشرى للبنانيين مع بدء قبول طلبات الإسكان، فما شروط الموضوعة والآليات المعتمدة؟ السؤال الأول الذي يعترض أي شاب طامح للزواج هو: عندك بيت؟ سؤال ستسأل عنه عند تقدمك للزواج، فالمسكن هو عنصر أساسي في الحياة الزوجية. أول الحلول التي تراود أي لبناني هي مصرف الإسكان، الذي توقف عن أعطاء القروض لفترة، عاد اليوم ليفتح أبوابه بعد تجديد القرض العربي البالغ حوالي 165 مليون دولار. ابتداء من 2-3 حزيران منبلش نقبل طلبات القروض للصندوق العربي للي مفروض تتقدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان www.bank-abita.com.lb، وفي خط ساخن 1620 للأشخاص اللي ما بيقدروا يفوتوا، أما عندهم مشاكل أو عندهم أسئلة معينة حابين يطرحوها على مصرف الإسكان بخصوص القرض للصندوق العربي. شروط تم الاتفاق عليها بين الصندوق العربي ومصرف الإسكان وضعت للحصول على قرض. في 4 شروط أساسية. أول شيء لازم يكون لبناني، لازم يكون مساحة الشقة تحت 150 متر في جميع الأراضي اللبنانية، ما لازم يكون مستفيد من أي قرض مدعوم آخر، وكذلك الأمر ما لازم يكون عنده أي شقة على جميع الأراضي اللبنانية، ومدخوله لازم يكون في حال تقدم على كارد $40,000 لزاوية الدخل المحدود، أو لكارد $50,000 لزاوية الدخل المتوسط، المفروض يكون مدخول العائلة، مدخول الفرد أو العائلة بين $1,000 و $1,500. 4 أنواع من القروض يمكن الحصول عليها: قرض لشراء شقة، قرض لترميم منزل، قرض لبناء منزل، وقرض للطاقة الشمسية. ولأننا في لبنان بلد تكثر فيه الوساطات والتدخلات، فهل سينعكس هذا الأمر على مصرف الإسكان؟ نحن نتفادى كل الوسائط والتدخلات والضغوطات التي صارت يمكن بالماضي أو معقول تصير بالمستقبل. نحن عملنا موقع إلكتروني، الموقع الإلكتروني يستقبل كل الطلبات وهي بتقرر مين بيستفيد أم لا. للي بيستفيد المفروض يقدم وراءه، وإذا استوفى كل الشروط بياخد بدون مراجعة حدا وبدون جميلة حدا. ولأن إيد وحدي ما بتزقف، أطلق حبيب دعوة اليوم للمصارف التجارية لتحذو حظو مصرف الإسكان في إعطاء القروض، مضيفا أن اتفاقا مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل المصرف أصبح في مراحله الأخيرة. نسبة التسرب المدرسي في لبنان إلى ارتفاعا، فما السبب؟ تقرير حسين شحاتة. في دراسة نشرها البنك الدولي أخيراً عن الفقر والمساواة، أشار إلى أن 4 من أصل كل 5 أطفال من العائلات الفقيرة في لبنان يلتحقون بالمدارس الرسمية، فيما يقصد الخامس مدرسة خاصة مجانية، وأن الصعوبات الاقتصادية وكلفة النقل تعد أسباباً رئيسة في زيادة نسب التسرب المدرسي التي قدرتها الدراسة بـ 3.4% من الأطفال. فما حقيقة التسرب المدرسي في لبنان؟ وما هي الأسباب التي عززتها؟ صحيح أنه التقارير الدولية والمحلية بتشير إلى ارتفاع كبير في نسبة التسرب المدرسي نتيجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية اللي عم يمر فيها لبنان من أكثر من 4 سنين، لكن الواقع السبب مش هو الأزمة الاقتصادية، السبب هو هجرة وسفر اللبنانيين. فخلال فترة الأزمة لحد الآن نحو 425 ألف لبناني ولبنانية هاجروا وسافروا من لبنان، بيناتهم عشرات آلاف الطلاب، وبالتالي تراجع الطلاب سبب الهجرة وليس التسرب المدرسي. يعني ما في ناس مش عم يلتحقوا بالمدرسة، أو ما في ناس كانوا بالمدرسة وفلوا. إذن هيدي الأرقام عن حوالي 26 ألف عدد الطلاب المتسربين هو سبب الهجرة والسفر. خلف الأزمة المالية مفاجأة كشفتها أرقام الدولية للمعلومات. بالعكس، هاي الأزمة كشفت أن اللبناني مستمر وحريص على توفير أفضل تعليم لأبنائه بالرغم من كل هاي الأزمة. فنتيجة الأزمة صار في إضراب وأقفال بالمدارس الرسمية وتعطيل، في حين أنه أيضا المدارس الخاصة رفعت من أقساطها اللي صارت مرهقة لكثير من الأسر اللبنانية. مع هذا وكله شفنا أكثر من 28 ألف طالب انتقلوا خلال فترة الأزمة من المدارس الرسمية اللي هي شبه مجانية
إلى المدارس الخاصة للدولة أسعار، وبالتالي ما في تسرب مدرسي. اللبناني لا يزال متمسك بتوفير أفضل التعليم، لأنه بيعتبر التعليم هو فرصة لتطوير المجتمع، لتعليم أبنائه، لتوفير مستقبل أفضل لأولاده. إذا كان اللبناني حتى اليوم قادر على تأمين التعليم لأبنائه في المدارس الخاصة، هذا لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في تحسين وضع المدرسة الرسمية التي أصبحت على شفير الهاوية. نهاية النشرة، للمزيد تابعونا دوما عبر موقع otv.com.lb ومواقع التواصل يوتيوب، اكس، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. إلى اللقاء.